يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. هذه الديار بمن قد زارها شرفت وهللت لقدوم الخير والكرم وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الفضل والكرم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الحفل الطيب المبارك. الإخوة الكرام الذين نحتفل بهم اليوم ونحتفي بتخرجهم اليوم درسوا في مدارس متعددة ثم تابعوا عندنا في دار الفلاح حتى تخرجوا، فمنهم من تخرج في تعليم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية وسوف يحصل على شهادته من المعهد، وأيضا 14 طالبا تخرجوا في الحديث الشريف، تعلموا الحديث الشريف وقرأوا الحديث الشريف على كبار علماء باكستان وعلماء بلاد الشام، واليوم أيضا يحصدون ثمار جهودهم ويلبسون العمامة ويحصلون على شهادتهم وعلى إجازتهم بمباركة طيبة من رئيس الجامعة الأشرفية مولانا الشيخ فضل الرحيم الذي شرف هذا المجلس الطيب المبارك. الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزل مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى إفا ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله. تأتي عليكم مسؤولية، مسؤولية الإرشاد، مسؤولية الهداية، فتجهزوا لهذه المسؤولية من فضلكم، وهذه ثمرات جهوده تظهر بارك الله فيه، فلا تنسوه وتنسونا من الدعاء. الشعر أشرق وجهه متهللا وتراقصت لقدومكم رتب العلا، يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا ويأتي بعضه متمهلا متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا. لازم علينا أن نتفقد على القلب أي غرض أنا قرأت صحيح البخاري، وليست خالصة لله عز وجل فهي مردودة من جناب الله ولو كانت عظيمة كثيرة لا يتقبل الله. أتشرف أن أتكلم بالنيابة عن زملاء الخريجين. بفضل الله تعالى وعنايته انتهينا من دراسة دورة الحديث على منهج النظام بهذا العام، ونحن 14 تلميذا اجتمعنا لطلب العلم في سبيل الله، منا تركي ومنا كازاخي ومنا دمغاني ومنا تاجيكي، ونحن من أبرز علامات أن الإسلام دين الأخوة، فنحمد الله تعالى على هذا الدين ونعمة طلب العلم. ثم نحن درسنا على علماء الكباب الماهرين في فنهم ذوي أسانيد عالية والعاملين بعلومهم، فنشكرهم على اهتمامهم حين تدريسنا وصبرهم على تقصيرنا، فجزاهم الله خير الجزاء. ورسول الله وقلوب
وقلوب أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدا ترسى سهما رمحا سيفا قوسا برسول الله. يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كما ضينا لرسول الله لرسول الله. يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله. درس قرآن.com www.darsquran.com